السلام عليكم خياتي خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا عندي لهنايا قرع تاع الماء، قطعتهم وعمرت فيهم الماء في ميسكم علاش على جال باه نحطهم في الشرفات وفي التواقي، يعني نحطهم وين يقدر يعني زاوش يشرب منهم. والحمام انا جهتي معمره زاوش مع الصباح، وكل مره نحط لهم هذو. وانتم ثاني ما تنساوش على الاسطح، شوفوا بلاصه فيها ظل حطوا فيها الماء حتى قدام الباب برا، هكا يا ما يدخلوا لكم الزواحف الدار يحوسوا على الماء، وتديوا اجر كي زاوش ولا اي حمامه تشرب من هذاك الماء. انا نحط هذو في التواقي عندي، ونحط في البلكونه، ونحط حتى برا وين اي مكان نقدر نوصل ليه نحط هذا الماء نحطه. هكايا ندي اجر، وكما قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اذا خياتي خاوتي ان شاء الله مع هذه السخانه عندي لكم وصفه رائعه لترطيب الوجه، وهو واقي من اشعه الشمس، لاني انا راح نديرها في الدار وندير عليها واقي الشمس، وكي نخرج ندير عليها، يعني مغذيه جدا جدا هذه الوصفه البنات. اذا نبداو على بركه الله. بسم الله، كاول حاجه نعطيكم المكونات اللي نحتاجوها باه نصنعوا واقي من اشعه الشمس ايكرون توتال منزلي. عندي سمسم، كامل تعرفوا سمسم جلجلان، بصح يكون مرحي، نرحوه كما هكذا، غبره يعني كامل. نظن عندكم باش ترحيو، اللي ما عندهاش تستعمل المهراز. عندي زيت السمسم، ماء الورد، عندي جل الاوليفيرا هذه تاع الصبار، وعندي فيتامينات هذو ها فيتامين اي تلقاهم عند الفارماسي، ولا يسموهم فيتامين ها كما راكو تشوفوا، راهم رخاص. هادو يديروا 23000 فيها زوج كيما هكذا، وهادو يديروا 2000 الوحده، نتوما على حساب المقدور تاعكم. حبيتوا هادو استعملوا هادو، وحبيتوا هادو استعملوا هادو. اذا نبداو، اول شيء راح نديروا نقيو جل الصبار، نحيو جل الصبار. البنات اللي ما عندهاش هذا الصبار الطبيعي، كاين جل الاوليفيرا راه ينباع في لافارماسي وحتى عند العشاب، فهمتوا؟ يعني اللي حبت تاع الصيدلي احسن كيما تبغوا، يعني مش ضروري هذا، راهو ينبع هذاك الجل تاع الاوليفيرا. نحي هذا الجل كيما راكو تشوفوا، تاع بلاستيك تكسرت، نجيب واحد اخرى. انا جبت الحديد باه ما تتكسرش. نحيو هذا الجل هكذا بهذه الطريقه. هذه ما ترموهاش، هذو حكوها هكا في اليدين البنات، استغلوا جل الصبار، راهو فوائد تاعو عظيمه جدا. هذا ما تقيسوهش، من بعد كحكوه. باه تعرفوا باللي الصبار تاعكم ينفع البنات، يعني تلقاو فيه نحيو هكا يا مورسو، ماشي كامل راه الصبار ينفع، كاين انواع وانواع. اللي فيه الشوك على الظهر تاع، شوفوا هذا فيه الشوك من ومن هذا ينفع، واللي فيه الشوك هكايا ما ينفعش البنات. واللي تلقاو يعني حبيتوا تعرفوا اسكو الجل تاعكم تاع الصبار ينفع، اديو قطعه منه جربوا في منطقه تحت الرقبه ولا في يديكم، واذا ما دار لكم حتى حساسيه وحتى شيء عرفوا بلي راهو ينفع. نكمل نستخرج كامل هذا الجل. بعد ما استخرجت هذاك الجل تاع الصبار، راني رحيته بالميكسور، شوفوا كيفاش رجع. بلا ما نطول عليكم نروحوا للمرحله الثانيه. نحتاج الى كميه تاع سمسم بودره، مثلا 4 ولا 5، راني ندير انايا حوالي 6 ملاعق، ندير كميه مليحه باه تكفيني هكذا. عندي ماء الورد، نشوفو لك اسكو راهي تتخلط لي ولا لا. لا نزيد وحده، راني درت 3 بوشونات، نتوما على حسب الكميه حتى تولي هكا شويه. نبقى نخلط نخليه واحد 5 دقائق باه يطلق كامل هذاك السمسم، هذاك الحليب تاعو يولي ابيض. نبقى نخلط هكايا،
بعد ما خليت واحد الخمس دقائق شوفوا كيفاش ولا، يعني خرج كامل ولا شويه خاطر. جبت هذاك الاناء، جبت اناء زجاجي درت فيه لي بافا، وانتم ديروا الصفايه اذا كاين عندكم صفايه هكا، بصح انا نفضل هذه غس تكون جديده، غسلوها مليح ونشفوها في الشميزه باه نعصروا كامل هذيك الماده، يعني ماء الورد كي تخلط مع السمسم خرج لنا هذاك الماء البيض هكذا، نعصروا مليح كما راكم تشوفوا، عصروها مليح كما راني عصرتها انا، ما تخلو فيها ولا شيء باه يخرج كامل هذاك الحليب تاع السمسم. نجيبوا شويه تاع جل الاوليفيرا، ما نخليوهش جل الصبار، كميه شويه مليحه حوالي زوج ملاعق، نخلط نزيد شوي. بعد ما خلطت الجل، واذا جا فيه شويه حبابات تقدروا تعاودوا تصفيوا هذاك الجل تاع الصبار هذا، واذا كان طبيعي واذا شريتوه لا لا. نديروا دوكا كميه تاع زيت السمسم، هذه واش يفتحها دوكا واش تفتح مزيه، عندي واحد اخرى جديده، عندي واحد اخرى ما كاينش القوه خلاص. ندير البوشونه تاعها، شوفوا هذه الكميه كما المعروف راهو زيت السمسم راهو بزاف البنات يزين حتى الجلجلان، وراه ينفخ الوجه طبعا باه ما تغلطوش في الفوائد تاع السمسم للتزيين، راهي كثيره على تركيا كامل شابين باسكو يخدموا كاع الكاطو تاعهم بالسمسم. نديروا هذا، ندير حوالي 3 كبسولات هذه، واللي حبت تدير هذاك الخضراء دير هذوك تاع يا تحت لي يلي صغار بزاف نقطعها بال نقطعها وحدي خير بيسك راح تهرب لي، راني قطعتها شوف شحال صغيره بزاف. الزيت تاعها هي قطرات فقط، قطرات تاع الزيت تاعها، على لازم ندير ثلاثة او هذا فيتامين او راه بزاف هايل للشعر وللبشره، كاين تاع البشره وكاين تاع شوفوا يعني الزيت تاعو قليله بصح انا المهم نتحصل على كميه. ندير اربعه احسن، راني واسيت أربعة كما راكو تشوفوا، يعني فيهم كمية برك تاع صغيرة تاع الزيت تاع الفيتامين. نخلطوا هذا الخليط مع بعض، شوفوا نخليوه نديروه في علبة ونحطوه في الثلاجة. البنات قبل ما تخرجوا بزوج سوايع ولا بساعة ديروا هذا، ومن بعد كديروا الاخر يعني ايكرون توتال تاعكم يعني المشريه، واللي ما عندهاش ما تقدرش تشحنا هذا، انا هذا درته راح نستعمله للوجه تاعي يوميا في البيت، وراح نستعمله لليدين، وراح نستعمله حتى الرجليه، نديره في البيت كمغذي وكواقي للشمس لانه عندي الكوزينه تاعي مقابله الشمس تحرقني بالبزاف، وحنديرو قبل ما نخرج يعني قبل ما نروح برا راح نستعمل هذا، وراح نستعمل ايكرون توتال تاعي دوك نجيب لكم. انا نستعمل هاد ليكرون توتال البنات ننصحكم بها بالبزاف، صح هي غاليه ديال 250 بصح واش نقول لكم روعه روعه، خاصه اللي عندها الوجه تاعها زيتي دهني، شوفوا والله ما تبقى، يعني انا اللي جربتها وعام وانا ندير بها، وهذه هاي خلاص كي لازم حنشي واحده اخرى، شوفوا يعني ما تبانش كامل، يعني نصيحه نصيحه وتشد لكم عام، شوفوا يعني والله ما تبان، يعني افضل يعني ايكرون توتال جربتها هذه، والله يعني كي نروح للبحر يعني ما تتكحلني لا والو، بصح نصيحه مني لازم كل زوج سوايع تعاودوا ديروها. اذا هذه ماكش حتى تكفي لكم الصيف كامل يكثر منها كل زوج سوايع طبعا لا لا، انا راح نستعمل هذه في الدار قبل ما نخرج نقولوا بساعه هكا باه نغذي البشره تاعي، لانه السمسم يسمن البشره والوجه تاعنا ويغذيه بزاف ويزين المراه، السمسم وزيت السمسم فوائد تاعو عظيمه،
ونستعمل ليكرون توتال تاعي فوق هذا، ولا اللي تستعمل الماكياج يعني هكايا تربحي الجمال تاعك وتربحي صحة تاع الوجه ديالك وتستعمل ليه حتى لليدين وحتى للقدمين. اذا بدات ان شاء الله تكون ان شاء الله نكون فتكم بهذا الوصفه، ان شاء الله تجربوها البنات، لاني انا راني مالفه نخدم بهذا الوصفه، راني خدمت بها من قبل وكي تخلص لي هذه رايح نزيد نخدم بها. وهذا الجل اللي بقى لي رايح نديره للشعر ديالي كامل ونخليه واحد الساعه ونغسله. البنات ان شاء الله تكون نكون فتكم بهذا المعلومه وهذا يعني هذا لي كرون توتال هذا البيتي واقي الشمس المنزلي. ما تنساوش ديروا لي جيم للفيديو، ديروا لي بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.